بعد أكثر من 200 يوم من القتل والترويع وخطف الفلسطينيين وإبادتهم إبادة جماعية وارتكاب عدد لا يحصى من المجازر اتجاه فلسطينيين تحت الاحتلال، جامعات الولايات المتحدة بدأت وجامعات بريطانيا تبعتها. من جامعة نيوكاسل بدأ تخييم من أجل فلسطين في الإعداد حالياً، حيستمر وحيكبر إن شاء الله مع الوقت بحضور بقية وباقي المجتمعات المناصر لفلسطين وباقي الأفراد المناصرين كمان. بعد اليوم في نيوكاسل وإن شاء الله حيستمر ويمتد لجامعات أخرى في بريطانيا، المكان لانولد الاستعمار لفلسطين منه والمكان لانولد منه وعد بلفور اللي جاب لنا الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. إن شاء الله التحركات الطلابية هاي تطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بوقف الإبادة الجماعية بشكل حالي ودائم، تطالب بوقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي اللي بتقوم فيها الجامعة حتى على المستوى الأكاديمي. شكراً طلبة نيوكاسل، ونتمنى من باقي الجامعات الالتحاق فيهم خصوصاً الجامعات العربية.